أغرب عشر ضفادع على الإطلاق. الضفدع البرازيلي ذات القرون. الضفدع البرازيلي ذات القرون هو حقا نوع غريب وفريد، ولا يوجد إلا في غابات الأمازون. لديهم منظر مميز حيث القرون الموجودة فوق أعينهم، حيث أن لديها القدرة على الاختفاء والتلون بشكل محيط. ضفدع هيلين الطائر. ضفدع هيلين الطائر هو فصيلة تم اكتشافها مؤخرا. هذا المخلوق العجيب يستخدم قدمه الفريدة من نوعها للتزلق على الستائر في جنوب فيتنام. هم يفعلون ذلك من أجل الهروب من الحيوانات المفترسة. العلجوم المهرج. الضفدع المضحك. الضفدع المضحك هو واحد من أروع الضفادع الملونة في العالم، ولا يوجد إلا في سواحل كوستاريكا. للأسف هي قريبة من الانقراض بسبب تغير المناخ وانتشار الفطريات. ألوانها هي ما تجعلها فريدة، حيث أنها أسود ورمادية. الضفدع الضخم. من المعروف عن الضفدع الضخم بأنه أضخم أنواع الضفادع في العالم. يصل طولها إلى 33 سنتيمتر، ويصل وزنها إلى 3 كيلوغرامات في حال اكتمال نموها. فهي تميل إلى أكل سرطان البحر والثعابين الصغيرة، وأحيانا تأكل الضفادع الأخرى. ضفدع شجرة المولغوم. ضفدع شجرة المولغو يمكن العثور عليه في المناطق الاستوائية والمراعي في جميع أنحاء تنزانيا. هذا الضفدع الصغير لديه غدد بالقرب من العينين والأطراف الخارجية التي تنتج ألوانا غريبة، بما في ذلك البرتقالي والأحمر والأبيض والأسود. ضفدع فنزويلا. ضفدع فنزويلا صغير للغاية، ولكن بشكل إيجابي. فهي تميل إلى أخذ شكل الكرة وثني عضلاتها بشكل لا يصدق، ويمكنهم دحرجة أنفسهم لأقرب حفرة لحماية أنفسهم. ضفادع موسى الفيتنامية. ضفادع موسى الفيتنامية يمكن العثور عليها في الغابات الاستوائية والمستنقعات في شمال فيتنام، وهي تتميز بقدرتها على التمويه، مما يجعلها مشابهة للطحالب والمسطحات. فهي تلتف حول أرجلها عند هجوم الحيوانات المفترسة لتبدو كطحلب عند الاقتراب منها. الضفدع السلحفات. الضفدع السلحفات أمر غريب لا يصدق، لأنه يبدو كسلحفات كروية. فهي مستديرة ووردية اللون، ولها أطراف غريبة ورأس صغير. فهي تميل إلى النمل الأبيض كغذاء رئيسي لهم. الضفدع الزجاجي. الضفدع الزجاجي موطنه هو حوض الأمازون، وما يميزهم هو جلدهم الشفاف. يمكن أن ترى حرفيا ما بداخلهم من أمعاء وكبد وقلب، حتى إن كانت تحمل مولودا فباستطاعتك أن تراها. الضفدع السورينامي. الضفدع السورينامي يمكن العثور عليه في المناطق المدارية مثل الأمازون. يبلغ طوله 20 سنتيمتر، وعيونهم صغيرة وجسمهم مسطح، مما يميزهم عن الضفادع الأخرى.